يا بدر، بالنسبة لي أنا واحد الإنسان يعني كبرت في واحد البيئة فقيرة، يعني ولد ناس دراوش، عشت يعني واحد في بيئة فقيرة، عشت إنسان فقير ومتعبت، خدمت بزاف، عشت مشاكل عائلية كثيرة، كما تنقولوا كبرت قبل الوقت. قريت يعني جاهدت واحد بزاف يعني باش نقرا، وصلت لواحد السن يعني ما جابش الله، تاخدت واحد المجال ديال التجارة، بديت كنخدم داك الشيء على قد الحال، حتى جا واحد الوقت خويا بادر وقررت انني نتزوج. تزوجت بواحد الانسانة يعني كما تنقولوا حنا المغاربة درويشة، انسانة يعني على قد الحال، صغيرة في السن بزاف، تزوجت بها، كنت عايش اخويا بدر انا وياها مزيان يعني على قد الحال. في عمرها هي؟ هي عمرها كانت 16 سنة، انا عمري 30 سنة، يعني تقريبا مضوبلها في النص. المهم تزوجنا على سنة الله ورسوله، زادنا الوليد الاول، كنا عايشين بخير مزيان. مورا زادت عندنا بنيتها، امور كانت غادي على ما يرام. المهم وقعوا لي شي مشاكل في التجارة، دخلت في شي كريديات، دخلت في واحد الأزمة نفسية، المهم بقيت غادي مع الحياة. واحد شوية الأخ بدر وقع لي واحد المشكل، وأني تعرفت على واحد السيدة أخرى. هنا بدأت المأساة الأخ بدر، وأنا غتبدأ القصة المأساوية ديالي. تعرفت هذيك السيدة اللي هي بنت عائلة ديالي، كنا يعني أصدقاء بيناتنا، كان هي مزوجة ومطلقة من عائلتك؟ من عائلتي، هي مزوجة من العائلة ديالي، مزوجة ومطلقة، يعني تعرفت عليها كأصدقاء، كنت كنقدم لها يد المساعدة، كانت كتمر واحد الأزمة نفسية، مشاكل، كنت كنساعدها كصديقة. هاد العلاقة ديال الصداقة تحولت لعلاقة حب، وكان واحد الحب الجنوني الأخ بدر، وليتي تتبغيها؟ يعني كنت كنبغيها، وليت كنبغيها يعني لواحد الدرجة، ما ربما لو قلت لك كنبغيها قليلة. السيدة نفس الشيء كانت كتبدلني نفس الشعور، كانت كتبغيني حتى هي بزاف، لواحد الدرجة ما يتصورهاش العقل البشري الأخ بدر. المهم استمرينا أنا وياها في علاقة، يعني دخلنا أنا وياها في علاقة، ولينا بحال بغيت تقول مزوجين الأخ بدر. السيدة يعني دبرات واحد الخدمة في الأول، ما كانت كتخدم، دبرات واحد الخدمة تحت لها إمكانية ديال أنها تخرج عندي ونتلاقى أنا وياها، يعني ولينا عايشين بحال جوج الناس مزوجين. لدرجة الأخ بدر أنني كنت كنتكلم معاها في التليفون تقريبا من 9 ديال الصباح حتى الجوج 3 ديال الليل، ومراتك مدة عامين أخ بدر. ومراتك ما عارفة والو؟ أنا جايك القصة الزوجة ديالي. مدة عامين الأخ بدر، من 9 ديال الصباح حتى للزوج 3 ديال الليل، هذه يوميا مدة عامين. طبيعة الحال ديك السيدة بكثرة الغيرة ديالها، المهم دارت واحد الطريقة ما سمعتكش عفاك كلشي بلاتي. بينات لها علاقة. شنو قلتي؟ شنو قلتي؟ ما سمعناكش. شنو دارت ديك السيدة بكثرة العلاقة؟ كانت عندي مع علاقة حب، يعني دارت واحد الطريقة شيطانية تواصلت مع الزوجة ديالي، يعني عطاتها يعني لأن راجلك علاقة معايا، الزوجة ديالي بدات كتشك فيا. المهم من بعد عرفات بأن عندي علاقة مع ديك السيدة، المهم وقع واحد النفور بيني وبين الزوجة ديالي الأخ بدر، لدرجة أنني بكثرة ما تعلقت بديك السيدة وتعلقات بيا، ويعني ما كنتش كنعطي وقت لا لولادي لا للزوجة ديالي. بدات عامين نفرت الزوجة ديالي حتى في الفراش الأخ بدر، باش نكون صريح معاك. المهم استمريت أنا وديك السيدة في هذه العلاقة هذه الغير شرعية. المهم كان الاتفاق اللي كان بيني وبين الأخ بدر، كنا باغيين نتزوجوا، أنا بكثرة ما تنبغي ديك السيدة، يعني كنت مستعد نضحي بأي حاجة من أجل ديك السيدة، أي حاجة، لدرجة أن الكل أنا كل شيء ولا عارف العلاقة ديالنا، حتى من العائلة ديالي وبزاف ديال الناس يعني كانوا عارفين هاد العلاقة هادي. أنا النية ديالي كنت باغي نتزوج بديك السيدة،
كنت كنبغيها بزاف اخ بدر لواحد الدرجه تصورات العقل البشري. المهم استمرينا الاخ بدر الصراحه الله ديك السيده اللي كانت عندي معها علاقه غير صغيره يعني كانت زوينه معايا رغم اننا كنا كندخلوا في مشاكل وفي مشادات دائما بسبب انني مزوج. المهم استمرت هاد العلاقه الاخ بدر السيده كانت معايا مزيانه كنا غاديين بخير. حتى لواحد النهار الاخ بدر كانت فاجئ بديك السيده انها كتفيق واحد الصباح كتقول لي بغينا نساليو هاد العلاقه. يعني واحد الشعور الاخ بدر كش نقول لك ربما الالم ديال الموت يعني اقل يعني من داك باش تسمع ديك الكلمه ما تقبلتهاش الاخ بدر. دخلت في واحد الازمه نفسيه لا يعلمها الا الله الاخ بدر. يعني كنقول الحمد لله حيت ما متش حيت الطب ديال الامراض العقليه اولا قعدت ليا شي حاجه انني الصوره ديال انني كنعس بها وتنفيق الصباح كنفيق الصباح مع الساعه مع الخمسه مع الربع الليل ما كيبغيش يجيني الناس وغير صورتها قدامي الصوره ديالها قدامي في يعني فين ما مشيت كتبان لي شي وحده كنقول هي تنبقى تابع كنبقى نتبع اي وحده كنشوفها ندوز لها ملي كنشوف هي لا ماشي هي. يعني واحد ذكريات الاخ بدر يعني وقع لي واحد الكريز واحد الازمه نفسيه توليت لدرجه كنكون جالس مع الاصدقاء كنضحك الاخ بدر حتى كنطيح على رجليا كنحس بواحد الكريز كيشدني في القلب ديالي. المهم بقيت مستمر على هذه المده الاخ بدر لمده شهرين اسمح لي شهرين وانا كنعيش في نفس الحاله. وهي ما قالت لك شنو هو السبب زعما باش تسالي؟ انا جايك للسبب الاخ بدر السبب هنا كانت كتقول لي ان انت مزوج وما غيمكن لياش وحقها كنتي كتقول عافاك خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون كلشي ديال الناس عرفتي تحافظ عليا يونس عافاك خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون. خويا بدر واخا كتسمعني خويا بدر دابا تنسمعك كلشي ديال تنسمعك كمل يا يونس. المهم كانت كتعطيني واحد الاسباب وهي الاخ بدر على ان انا هو السبب في هذا الانقطاع هذه العلاقه وانا اللي سببت لها وانا بزاف الامور. الاخ بدر لدرجه انني واحد النهار بالصدفه يعني الله سبحانه وتعالى كشف لي واحد الحقيقه ان ديك السيده دخلت في علاقه مع شخص اخر. يعني هنا تزادت الازمه ديالي وتزادت يعني مرت نفسانيا هنا وليت كنتناول الادويه باش الناس. بقيت كنتناول الادويه باش الناس. المهم استمريت في واحد الصراع نفساني مع ديك السيده يعني حاولت نراودها بجميع الامور استعملت معها جميع الوسائل يعني رفضت ان يعني ديك السيده انها ترجع استسلمت للامر الواقع وحاولت انني يعني نرجع الذات ديالي. ولكن الاخ بدر للاسف الشديد ان اللحظه فاش بغيت نرجع لقيت راسي خسرت الزوجه ديالي خسرت الابناء ديالي خسرت الوالدين ديالي خسرت الاصدقاء ديالي خسرت النفسيه ديالي خسرت الصحه ديالي. يعني لدرجه الاخ بدر ان الزوجه ديالي كما قلت لك كنت يعني كنهجرها في الفراش 4 شهور 5 شهور وكانت بالنسبه لي عاديه لدرجه انني واحد المرحله وصلت للزوجه ديالي وليت كنكرهها وهي في نفس الوقت ولات كتكرهني. لحظه الاخ بدر فاش ضرباتني الفيقه وبغيت نرد الزوجه ديالي يعني باش نقول لك الاخ بدر لقيت انسانه اخرى بغيت نسترد العلاقه ديالي مع الزوجه ديالي اللي كانت قبل ما نتعرف على ديك السيده لقيت بان السيده ولات انسانه اخرى. يعني ولات عندها واحد الكره بالنسبه ليا ولات يعني كترفضني وليت بالنسبه لها يعني زايد ناقص. اكتشفت يعني ان دوك الاضرار اللي كنت كنتسبب لديك السيده بلا ما نحس كانني يعني كنت تعرض للسحر ولا ما يعني ما فهمتش الاخ بدر شنو ديك المشكل اللي كنت كنعاني منه بالضبط لان كنت كنبغي ديك السيده بواحد يعني بزاف على ذاك الحب الهيستيريا داك الشيء ربما كانت الشعوذه ربما قدرش نحكم ولكني كان داك الشيء بزاف. الورطه اللي حطيت فيها نفسي دابا الاخ بدر وهذه هي العبره اللي بغيت نقول لك الاخ بدر وانني خسرت الزوجه ديالي. تخيل ان الابناء ديالي واحد اللحظه الاخ بدر ولادي لقيتهم كبروا الابناء ديالي لقيتهم كبروا يعني عامين راه كيتبدل فيها يعني الفيزاج الاولاد بزاف الحوايج بقيت كنتابه شي امور اللي انا مده عامين وانا غافل عليها. فهاد اللحظه الاخ بدر انا
كدبش عليك كنعيش واحد الازمه نفسيه صعيبه بزاف، نفس ازمه نفسيه صعيبه مازال يعني متعلق بديك السيده اللي كنت كنبغيها. الكرامه ديالي ما كتسمح ليش انني نرجع معها بحكم انها مشات مع شخص اخر، يعني هذه الطبيعه ديالي والطبيعه ديال اي رجل. ومازال يعني كان مازال يعني كنتخيل الذكريات ديالي معها، مازال كنبغيها، مازال يعني بزاف ديال الامور، ولكن ما قادرش نرجع ليها. يعني يعني الكرامه ديالي ما كتسمح ليش انني نتصل بها ولا نتكلم معها. هذا من جهه. من جهه اخرى الاخ بدر هو انني خسرت الزوجه ديالي، خسرت الابناء ديالي، خسرت الوالدين ديالي، يعني خسرت كل شيء، كل شيء خسرته الاخ بدر في هذه الحياه هذه. ما عرفتش يعني شنو يمكن لي ندير. الزوجه ديالك طلقتو ولا شنو؟ لا لا ما طلقناش، بالعكس اخ بدر يعني للاسف الشديد يعني يا ريت لو اننا طلقنا ويا ريت لو اننا تفارقنا. المشكل ان الزوجه ديالي عايشه معايا ولكن يعيش مع واحد الشخص اللي انا ما كنعرفوش، الشخص اللي كنشوف راسي انا تسببته في واحد العذاب. يعني فاش كنستر الذكريات ديالي والتصرفات ديالي وكيفاش كنت كنتصرف مع ديك السيده وكيفاش كنت يعني كيفاش خليت عليها وكيفاش يعني كنت كنسمح فيها ليالي وليالي. لقيت شخص اخر الاخ بدر، واحد الانسان اللي كانت يعني بنت 16 سنه 17 سنه، يعني باقا كما تنقولوا باقا صغيره، يعني طبات على يدي. واحد اللحظه فاش فقت لقيت شخص اخر، واحد الشخص يعني بحال البرود، يعني تكون ولا ما تكونش، اجي ولا ما تجيش، يعني كنحاول يعني نصلح. ولكن الاخ بدر لقيت راسي فقدت هذه الانسانه، وخسرت الانسانه الاخرى، وخسرت الكرامه ديالي، خسرت الشخصيه ديالي، دخلت في واحد الحاله دابا نفسيه الاخ بدر لا يعلمها الا الله. لدرجة نقدر نقول لك الأخ بدر أنني ربما كنعس ساعة في النهار، ساعة كنعس في النهار، كيدينيش الناس، كنخرج يعني للشارع تنجلس مع الأصدقاء، يعني واخا تديني يعني الأحسن مكان في العالم، ربما ما كنحسش بالطعم ديال حتى حاجة، الأكل ما كنبقاش كنحس بالطعم ديالو، الناس ما كنحس بالطعم ديالو. حتى الاصدقاء ديالي يعني اللي كنت الطبيعه ديالي انا كنت واحد الانسان ضحوكي، يعني ديك الابتسامه مشات، وليت يعني ما قادر لا نضحك لا غير تنبكي. يعني كنت شي مرات كنجلس بوحدي تنبقى تنبكي، نقدر نبقى نبكي ثلاثه اربعه السوايع الاخ بدر بدون توقف. فالمشكل الاخ بدر ديالي بالنسبه لي انا ما عرفتش شنو ندير فهاد الوضعيه اللي انا طحت فيها، ما عرفتش. وهي فاش تهضر معاها شنو تقول لكم؟ بالنسبه للزوجه ديالي بالنسبه للزوجه ديالي كتهضر معايا بواحد الطريقه، يعني بواحد البرود، بحال بحال واحد الشخص يعني تيقول لك يعني سوا هضرتي معايا سوا ما هضرتيش معايا، يعني الوجود ديالك كانك ما كاينش. تهضر معايا بواحد الطريقه يعني ما فهمتهاش، كنقدرها وتنعرف، ويعني ما كنلومهاش لهذيك الطريقه، ولكن الحاله النفسيه اللي حطيت فيها نفسي وحطيت فيها ديك الزوجه ديالي ما لقيت لهاش الحل اخ بدر. ومن شوف كنقولش على خو يونس، الخيانه تتكون شويه قاسعه، واحد فاش يفقد فينا الثقه تجي قاسعه باش يعاود يردها. تيقول لك الثقه من نهار تخسرها من عندي، ما تجيش تقول لي ردها انت، خلي بتصرفاتك وبتعاملك، ماشي انا بالسيف، ماشي انا اللي غنتحكم واش غنرجع الثقه ولا لا. هادشي اللي واقع لها هي انت اللي خاصك تثبت لها بانك وليتي انسان واحد اخر. خليك انت تثبت ليها بتصرفاتك وتعاملك بانك صافي داكشي كان ماضي وعمره ما غادي يعاود يرجع مره اخرى. اختار والله العظيم زعما نتمنى هاد القصه ديالي تكون عبره لبزاف ديال الناس. قلت للادمي اي واحد بغيتي يعني خيان طلعها في اللايف، طلع في اللايف ولا شي حاجه هكا طلع هي شي كتبات لي. كنت باغي تكلمت معها ولكن يعني ما قبلتش. شكون هي؟ قبلتش يعني السيده كما بحال الزوجه ديالها، بغيت تقول مجروحه بزاف الاخ بدر، جرحتها بزاف. تبغي بزاف يعني نحاولوا معانا زعما نعيطوا لها ونهضروا معاها. نعطيك اخويا بدر الرقم ديالها لا بغيتي تتواصل معاها. واخا اكتبوا لي، واخا اكتبوا لي هذا
دونك دابا الناس خويا بدر واخا كتبوا لي عندها الواتساب فيه ياك عندها فيه الواتساب واخا واخا اسمح لي خويا بدر ندخل غير الرقم ديالها يلا كلشي ترجع ليه كنتمنى من الله الاخ بدر ان يعني المشاهدين المتتبعين يعني تكون هاد القصه هذه فيها يعني فيها العبره الانسان يحاول يعني يسير الخصوص وقال لي لا عطيتهم نصيحه زوينه اخ بدر اي شخص مزوج يحاول اخويا بدر يعني يبعد على الطريق ديال الحرام مازال يعني الانسان فاش يكون ديال نفسه ماشي مشكل واخا خويا بدر انا نكتب لك النمره ديالها لا لا ما تشوفش يلا كلشي يدير الجيم واللي ما مشاركش يشارك وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد وكلشي كتب مزيان طوب برافو باش يتحيد البلوك وكلشي بارطاجي كلشي بارطاجي يلا زيد كلشي بارطاج والجيم كلشي كيبارك على جيم بحال هكا كتبوا لنا المدن ديالكم في لي كومونتير على الاقل شوفوا شكون هي المدينه اللي طوب معنا لي زدمين شوفوا شكون هي احسن مدينه معنا في البرنامج اكثر من دينا تتحب هذا البرنامج كتبوها ليا يلا نشوفوا ديها واه خويا بدر الرقم راه عندك خويا بدر واخا شنو الاسم ديالها سميتها فاطمه الزهراء واخ انا غادي نعيط لها دابا ونعاود نعيط لك واخا واخا خويا بدر يا ربي قدرنا يلا كلشي يدير جيب شنو في نظركم نقدروا نوصلوا الحلقه شكون راه طافي الكونيكسيون واش عندنا لازم نشوف والله ما عرفت واش مازال كاين هذيك يا ربي يكون صولت شنو في نظركم زعما تصلح العلاقه يا تخدم شو سميتها كتبولي شنو سميتها نسيت سميتها كتبولي سميه فاطمة هيك ولا أمينة ولا شي حاجة بحال هكا اللهم اجعل لنا في هذا كلشي يدير جيم كلشي جيم 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 كلشي يدير جيم كلشي جيم 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 شنو في نظركم الو السلام عليكم اختي كي دايره صافا لاباس عليك امورك على خير ما تسمعكش مزيان تسمعيني اختي تسمعكش مزيان صافا اختي لاباس عليك كلشي مزيان ما عندكش الريزو جوج خوياك ولا انا اللي ما عنديش لا ما عنديش الريزو مزيان صافا اختي كلشي مزيان لا بس الحمد لله الله يحفظك معك بدر الهلالي ما عرفتش واش عرفتيني ولا لا لا عرفتك متبعك في ياك بدا وهادي حاجه جات بالسر تتبشر بالخير منين انك تتبعينا لا متبعك ما كنتيش تتفرجي في الحلقه ديال اليوم لا ما تفرجتش شنو السميه اللي تعطيني نعيط لك بها حيت راه حنا في اللايف راكي في اللايف لا لا مرحبا شنو الاسم شي سميه عطيها لي ساره مثلا ساره المهم ساره الوليدات صافا كلشي مزيان صافا الحمد لله امورك على خير كلشي الحمد لله كي دايره مع الحياه ايوا شويه وصافي الا لا تواصل معنا شي شخص على قبلك ما عرفتش واش عرفتي شكون ولا لا صراحه ما عنديش حد غير راجلي وصافي غير راجلك انا وفي نظرك علاش غيكون معيط لينا هو ايوا بياتنا. شوف هو عودنا القصة أسارة عودنا القصة وحنا كاملين نحسينا هو براسه كذلك حاس الناس اللي تتفرجوا كل شيء عرف بأن أنا وجرحك وماشي سهل داك شي اللي دار ما نكذبوش على الله ولكن هو ندم وكنا تنغلطوا أسارة ما كاينش شي واحد في الدنيا ما تيغلطش حنا كاملين ماشي مالك كلنا عندنا عيوب ولكن الحاجه اللي مزيانه هو الواحد فاش تيخطا يعرف بالخطا ديالو ويندم عليه هادي اللي دار صراحه هو ندم على الخطا ديالو هو لدرجه ان الامنيه ديالو
عرفتي شنو هي؟ شنو هي؟ وانا يرجع معك كما كان في الاول وترجع العلاقه احسن من الاول. داكشي كيف ما الاول انت موحال. ما تسمعكش. قلت لك انا تنقول موحال داكشي يرجع كيف ما كان في الاول. علاش؟ ما عرفتش واحد الحاجه وصلنا لواحد المرحله ديال كما كيقولوا الدقه في السكات. شوف عندكم وليدات ياك؟ عندك وليدات؟ ثلاثة الوليدات. بعض المرات تيحتاج نعطيو فرصة واحدة أخرى على قبل، بعض المرات على قبلنا وبعض المرات على الناس اللي على قبل الناس اللي عزازين علينا. فرا عندك وليدات، حاولي أنك تعاودي تبني. شوف هو مفروض عليه، وقلتها له مفروض عليه أنه يتبت لك بأنه تبدل وما عمره غيعاود داك الشيء. داك الشيء اللي بغيت انا، بغيت غير تبت ليا واخا موحال. تنقول موحال ترجع ديك الثقه اللي كنت كنثق فيه. شوف الثقه ما سهلش، شوف ما نكذبوش على الله، هي صعيب ترد الثقه ولكن راه ممكن، الوقت هي اللي غتبين لك. ولكن نعطيك واحد النصيحه، نهار اللي نبغي نبدا من جديد ونصلح العلاقه تنصلح، وتينا باغي نصلح معك، ماشي هذاك ديال دماغي صافي انا راه ما نقبل منك واخا تجيب لي الدنيا وما فيها. لا انت غتزيد خطوه انا غادي نزيد خطوه، انت غدير هادي وانا غندير. اولا انا ما عنديش، انا داك المبدا ديال هذا ضروري زاد خطوه، انا عندي جوج خطوات ماشي غير خطوه واحده. يعني تبارك الله بعدا كلشي داير مع ساره، بعدا الناس اللي تيتفرجوا، اي واحد يتفرج بين قلبها بيض. انا في الاول فراسك كان عندي واحد التخوف انك تكوني شي وحده صعيبه و... ونقاره، ولكن بين قلبك بيض. لا لا بالعكس، انا سكت هي بلا قياس لدرجه اني ما عمرني عاتبت على شي حاجه. تنظن انك كان خاصك تخرجي وديما بقات تخرجي داكشي اللي دارك. لا بالعكس، انا بقوه من داكشي كنبقى جامعه عندي لداخل مرات هاد الايام الاخرى بالاعصاب وليت كنطيح بزاف. ممكن يتصلح داكشي يا ساره. شوف داكشي هو باغي يحاول يدير داكشي اللي عليه، وهو الصراحه ندم انه على داكشي اللي داز. هو لدرجه تنقولك انا راه ما كنتش بعقلي وما كنتش بالوعي ديالي، دابا انا وليت باغي غير مراتي. وباش يطلع واحد الشخص ساره قدام الالاف ديال الناس تيتفرجوا ويقول هاد الهضره هادي، راه الا هو صادق في كلامه. مادام يطلع قدام كلشي ويقول لك ساره انا ديك باغي نرجع لمراتي، وانا لقيت راسي راني كثر رون وبغيت مراتي وولادي وبغيت نرجع حسن من الاول، راه ما سهلش راجل يقول هاد الهضره قدام الناس كاملين. او لا بصح ما سهلش صراحه، انا بغيت راجلي ما كرهتش. اي كلشي داير معاه على هاد الهضره اللي قالت، على هاد الهضره بغيت كلشي يدعي ليا معاه ان شاء الله. تنطلع تبغينا ممكن ندوزوه لك؟ علاش لا؟ يلا سير واحد دقيقة خليك معايا. واخا مرحبا. يلا كلشي دا الشي هانتوما هانتوما القلب بيض. فين فينكم هادوك عطي درس لهادوك اللي والله والله لا درت لي بعدا تطيبي ليه الماكلة ولا حالفها فيهم حتى الماكلة ما يدوقاش؟ لا لا كلشي ياك، واخا كنا بيناتنا نقاشات كامل الحوايج مصبنين الماكله طايبه وليداتو مقيين كلشي. كنتسنى غير هو يدير شي مبادره ساعه كان ما كاينش هاد العام. واه يدير هو النهار دار هدره كبيره، ها هو دار واحد المبادره قدام الالاف ديال الناس. انا غادي نعيط ليه، خليك معايا ما تقطعيش واخا. يونس كلشي درجام زين 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 الا تشوفوا هذا البرنامج واعر درجام. يونس تسمعني؟ تسمعني؟ كنسمعك خويا بدر. كنت تتفرج في اللايف؟ كنسمعك غير تنسى خويا بدر تفرج. يونس فريمون نقول لك، وحتى الناس اللي غيكون عند هاد المراه هذه خاصك تحطها تاش فوق الراس بين قلبها بيض والله العلي العظيم. شي كون كان شي وحده اخرى يونس ما نكذبوش على الله، وباينه تتبغيك ما نكذبوش على الله، حيت كون كانت شي وحده اخرى غتلقى الفرصه فين غتفرقع عليك قدام العالم وما فيه. ولكن هي شنو بالعكس، تا هي قالت لك انا بغيت راجلي قدام العالم وما فيه. فراسك راه تسمعك هي دابا؟
راه معنا في راك معاك تتسمعك راه ولكن عيط لساره عيط لساره ساره الو الو هو راه سميتو يونس في ساره ويونس عقلو كلشي درت واش نقول لك واحد الهضره على الدار هاد الناس هادو كاملين وانا اللي كنعصب منك بزاف بزاف زعما كلمه كنعصب رؤاس قليله في حقك اللي فعلا ما عرفش طريقه باش نعصب لك ليها لان كنشوف الحزن في عينيك وكنشوف في داك داكشي كنتي كتعاني منه بسبب لي هادي وداكشي تسبب لك يعني ما عرفتش ندير لك انا كان واعد انني غادي نخرج احسن من الاول ماشي كي الاول من الاول لان انا حتى انا حتى انا غنحاول معاك باش ترجع احسن من لي كلشي دير مع هاد البنت لي كومونتير شوف كلشي دير مع هاد البنت لي كومونتير كلشي بنت لي كومونتير كاملين يديرو باش بغيتي الناس دير معاك ساره شي دعيوه نعم شي دعيوه تتمنى يتحقق لك ما حدا هاد الالاف الناس يتفرجوا غنكون انا وياه مزيان غنكون انا وياه مزيانين وربي ولاداتنا وربي ولاداتنا مجموعين يونس خويا بابا تحلف لنا بالله قدام هاد الالاف ديال الناس اللي تيتفرجوا دابا عمر تعاود هادشي قدام هاد الالاف تخيل شحال واحد شاد عليك حتى يوم القيامه عمر هادشي تعاود خويا بدر امام هاد الناس هادو كاملين كنقسم لك بيمين الله ان هاد السيده اللي عندي راه في عينيا ما عمري غنعاود ندير بحال هاك التصرف مدى الحياه ايوا واحد مني راه خبر الله يفرحكم والله يبعد عليكم شر الخلق امين ساره برافو عليك نعم درتي واحد الحاجه اللي زوينه ديال بنات الناس هادشي اللي درتي ديال بنات الناس وهذا دليل انك السيد تتبغي فالله يسر لكم والله يفتح لكم بباب الخير تنتمنى كلشي دايه معاهم خويا يونس باغي تضيف شي حاجه مازال باغي تقول شي حاجه اللي بغيت نضيف اخويا بدر راني كنشكرك كنشكرك بزاف جزيل اخويا بدر يعني درتي واحد الاجر واحد الخير يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجازيك شي بلاكس هي قالت واحد الكلمه قالت واحد الكلمه قالت لك انا كنت نسين ويدير شي حاجه يدير شي بادره هو يزيد خطوه انا غادي نزيد جوج هي راك هي راه هي تتسناك غير باش تزيد خطوه هي غتزيد جوج وما نظنش انا دابا راه تكبر في عينيها مراد الخطوه اللي درتي قدام هاد الناس كاملين شكرا لك خويا بدر شكرا صراحه مازال باغي شي حاجه اخرى تقول شي حاجه خويا تنحييك بزاف اخويا وكنشكرك بزاف وكنشكر المتتبعين ديالك وكنشكرك على هذا البرنامج البرنامج صراحة الله كيختلف على بقية البرامج الأخبار لا يحاسبنا يا رب لا يحاسبنا الله يسر لكم آمين سارة باغا تقولي شي حاجة أخرى دافي شي حاجة كلمة أخيرة شكرا بزاف بالعكس هذا واجب شكرا لكم والله يسر لكم وإن شاء الله عيطونا مرة أخرى عاوتاني صافي ما تقبروش علينا شكرا لكم إن شاء الله